لك ليش لا تحكي؟ ليش لا تحكي؟ شغلة مأمنك عليها لا تقولي لأمك ولأختك. بتفاجأ إنك حاكي للكل؟ لك ليش؟ خلاص حبيبي، خلاص. أنا آسفة، ما عاد عيدة. على فكرة هي مو أول مرة بتغلطيها هالغلطة، مو أول مرة بتعتذري وأنا بقبل اعتذاري. الله وكيلك مو بإيدي، ما بلاقي لساني إلا بلش يحكي ويلعب بلا 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 بلا. طبعاً كله مسخرة، كله مسخرة آخدي أنتي. حبيبي طب شو أعمل لك؟ إذا نحنا بالعيلة ما عنا أسرار وشي مخبى، مو مثل بعض جماعات أبصر شو بيطبخوا. ليكي سمار، أنا بحب البنت اللي بدي ارتبط فيها تفهم علي. بعرف، وجزء من شخصيتها هو حفظ السر. برافو يا شطورة، برافو يا أمورة، شفتي هيك ما أحلاكي؟ شفت، أصلاً بعرف. ليكي يا بنت، أنا مو بس بحبك، أنا بموت فيكي، بس بحط قلبي على جنب وبنساكي وبدعس عليه كمان إذا تاني مرة بتفتحي تمك بأي شي بخص حياتنا، مفهوم؟ توبة. شرفي قدامي. شو أختي بعدك سهرانة شو قصتك؟ إيه والله حبيبي عم بدرس. الله يعطيك العافية، بساوي لك شي تشربي شي؟ لا تقبر قلبي، ساويت فنجان قهوة مشان صحصح. هادي بدي أسألك، انت جايب سيرة لسمر شي عن علاقتي برفيقك وقت كان بده يخطبني وسافر؟ يعني انا بتذكر انه سألتني عني وقلت لها انه هلا هي مركزة بدراستها وما عم تفكر بأي شي، ما صار نصيب بينك وبين رفيق وسافر الزلمة، بس انا نبهتها انه هذا الموضوع ما حدا بيعرف فيه، يعني هذا سر؟ فظيعة هالسمر. تخيل اليوم كذا حدا من رفقاتنا بالجامعة اجوا يسألني عن نفس الموضوع، انه ليش تركته وليش ما خطبته وليش ما كملته وليش سافر الشب. لما دقدست على القصة لأعرف مين اللي حاكي طلعت اختها للمنظومة. اختها لسمر معك بالجامعة؟ اي نعم. ايه بسيطة يا سمر، بسيطة. ليك اخي ما تزعل مني، هي صار بدها فركة اذن، لأنه مو معقول تروح تحكي لأختها واختها تروح تطش الخبر بالجامعة، عيب. معك حق اختي، خلص الموضوع عندي، بسيطة. تصبح على خير. يا سيدي هي بنت خالتي، قصة قصة. الله وكيلك إذا بحكي لك ياها، لك شعراتك رح يشيبوا؟ لك شيليني من بنت خالتك، أنت عارفاني إنه أختي زعلانة منك؟ بالله، وليش بقى؟ ما بتعرفي ليش؟ لأنك فضحتي سرها. أنا؟ إيه أنتي، أنتي رايحة حاكية لأختك إنه كان في علاقة بينها وبين رفيقي وكانوا بدون يخطبوا، بس هو تركها وسافر. الله لا يوفقك يا أختي، ولك يبلع لسانك بالقص. لك لا تدعي على أختك، ادعي على لسانك هذا اللي بده يتبرى منك. حبيبي الموضوع حكي بنات سرسرة يعني ما إلو طعمة. ها سرسرة قلتيلي، بس أنا ما بحب البنت السرسارة. من شان الله ساعدني، بوعدك آخر مرة، لك هي سوسة سوسة فيني ما عم بعرف أتخلص منها. تتذكري وقت قلت لك على قلبي شو بعمل فيه بهيك حالة؟ إني بحطه على جنب وبدعس عليه وما بخلي وحدة تبوح بأسراري. لك شو بتسميها هاي؟ أنا عطيتك سر، أهم سر بحياتي عن مشكلة أمي وأبي إنه نطلقوا. بسمعها من برا، بسمعها من اللي بيسوى اللي ما بيسوى. أنا كيف بقى بدي أوثق فيكي للمستقبل؟ كيف بدك تصيري أم ولادي أنت كيف؟ لك يا حبيبي بوعدك هي آخر مرة، وحياة عيونك هي آخر مرة، لساني بدي أقطعه. شوفي سمر، هي سوسة فيكي ومستحيل إنك تغيريها، وأنا ما بيناسبني وحدة مثلك، لذلك حسك عينك بقى تورجيني وشك أو تتصلي فيني، مفهوم؟ هادي لك يا هادي.